وكذلك المأموم في السرية في سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة الفجر والركعتين الأوليين من بقية الصلوات الخمس، وهذا من سنن الصلاة بقول عامة أهل العلم. وإن قرأ بعد الفاتحة آية أو آيات من سورة فلا حرج على الصحيح، لما روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الآخرة منهما قل يا أهل الكتاب تعالوا الآية. والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل. وإن كرر الإمام آية من الآيات التي يقرأها في الصلاة ليتعظ هو والمأمومون بذلك فلا حرج في ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر آية في صلاة الليل، وكذلك لا حرج على الإمام لو غير نبرة صوته في القراءة في بعض المواضع للاتعاظ إذا لم يكن في ذلك مبالغة، لما ثبت عن أبي موسى أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحضرتها تحذيرا. وإن غلبه حال تكراره أو في أي موضع من صلاته بكاء فلا حرج، وكذلك لا حرج على المأموم إذا غلبه البكاء، لكن لا يقدر كان يصلي ولصدر عزيز كعزيز المرجل من البكاء، لكن لا يشرع التباكي في أثناء الصلاة، إنما إذا غلب البكاء بكى، أما التباكي في أثناء الصلاة لا. أفر عنك، لكن لا ينبغي للمصلي أن يتعمد البكاء أو يتعمد رفع صوته به. قال ويستحب أن تكون هذه السورة التي تقرأ بعد الفاتحة في الصبح من طوال المفصل، والمفصل من سورة قاف إلى سورة الناس، وطواله من سورة قاف إلى سورة عمة، وفي المغرب من قصاره. أي يستحب أن تكون هذه السورة التي تقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من المغرب من قصار المفصل، وقصار من سورة الضحى إلى الناس، وفي سائر الصلوات من أوسطه. أي يستحب أي أن تكون هذه السورة التي تقرأ بعد الفاتحة في صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء من أوسط المفصل، وأوسط من سورة عمة إلى الضحى. والدليل على هذه المسائل الثلاث أن هذا هو الغالب، أن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قرأ خفف الفجر للمصلحة، أو في حالات مثل في رمضان مثلا ناس يقومون الليل ثم يخففهم في الفجر مراعاة لسهرهم، فهذا لا بأس به، ولا يقال أنه خالف السنة. قد يستدل لهذا الحديث الرجل من جهينة عند أبي داود سعد قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين الفجر إذا زلزلت، يقول لا أدري أنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل ذلك عمدا، فهذا يشرع به القراءة أحيانا. أو يشعر الإمام أن بعض المأمومين متعب فخفف القراءة من أجله، أو هو كان في تعب فخفف القراءة، كل هذا يكون مشروعا له، لأن الرسول قرأ الزلزل. حديث الزلزل قوي رواه أبو داود، رواه أبو داود أيضا في المراسيل، لكن الحديث في المراسيل معلول، لأن يعني من رواية سعد بن سعيد وهو أخو يحيى بن سعيد وهو سيء الحفظ، بينما رواية أبي داود الذي رفع الحديث ووصله هو هلال بن أبي هلال وأوثق من سعد بن سعيد، فيقدم رفع هذا على إرساله. عفى الله عنك. قال ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح، ويجهر الإمام كذلك في الركعتين الأوليين من المغرب، ويجهر الإمام أيضا في الركعتين الأوليين من العشاء، ويسر فيما عدا ذلك، أي أن الإمام يسر بقراءته فيما عدا صلاة الفجر والركعتين الأوليين من المغرب ومن العشاء. والدليل على هذه المسائل الأربع لأن هذا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمعت الأمة على مشروعيته هذا. وإذا كان في قراءة الإمام في مكبر الصوت أثناء الصلاة مصلحة، وكانت سماعات المكبر داخل المسجد وليس في ذلك تشويش على أحد، فإن ذلك مستحب لما في من المصلحة، لكن ينبغي عدم تشغيل السماعات التي خارج المسجد إذا كان في ذلك تشويش على من يسمع. قبل الاستحباب في نظر، يعني مستحب لو قال جائز مثلا ممكن، أما مستحب هذا في نظر، لأن الاستحباب حكم شرعي، ولأنهم يسمعون، وهو صرح بأنهم يسمعون، ما دام يسمعون
فكيف يكون متحبا؟ إنما يقال ما إذا كان لا يسمعون من باب ما لا يتم الواجب إلا بفهو واجب، أما هم لا يسمعون. عفى الله عنك. وهذا فيما يتعلق بقراءة الإمام في الصلاة، أما الأذان فينبغي تشغيل السماعات الخارجية أيضا ليسمعه من كان خارج المسجد، وكذلك لا حرج في استعمال مكبر الصوت الذي له صدى إذا كان لا يحصل منه سوى تحسين الصوت، أما إن كان يحصل من هذا الصدى ترديد الحروف فيحرم استعماله، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة حرف أو حرفين في التلاوة، فيكون في ذلك تغيير لكلام الله تعالى عما أنزل عليه. لكن اتقاء أن بعض الأئمة تراه يصمد صمود للمكبر، يضع فتحة فيه بها المكبر، هم تجد مائل هكذا وما لا اعتدل، ثم صار في شغل في وهذا المكبر، يعني المكبر يلتقط، خليه هنا واقرأ، يعني راقب ربك جل وعلا حط نظمك بالسماعة، ثم إذا قال هكذا ثم كبر، هذا كله غلط من العبث هذا، ومراقبة المخلوقين والتصنع لهم، هذا كله مذموم، الإنسان يبعد عنه، والمكبر يلتقط، وليس بلازم أن تحسن من كل وجه يعجب الاسم كل وجه، أو إذا كان لابد من ذلك السماعات اللاقية تكون في هذا حتى لا يحصل لعب ولا عبث نحو ذلك. لاحظنا كثيرا من الناس ترى متمايلا يصلي وهو متمايل، ثم إذا فرغ من القراءة رفع رأسه ثم اعتدل ثم جاء يكبر، هذا شغله من أول الصلاة إلى نهاية الصلاة. عفى الله عنك. قال وكذلك لا حرج، عفى الله عنك، ثم يكبر ويركع، أي يكبر في حال انحناء للركوع، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. قال ويرفع يديه كرفعه الأول، أن يرفع يديه عند الركوع إلى حذو منكبيه أو إلى حذو أذنيه، والدليل حديث ابن عمر وحديث مالك بن حويرث، وقد سبق ذكر ما في أول هذا الباب. ثم يضع يديه على ركبتيه معتمدا عليهما، لما روى البخاري عن أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. قال ويفرد أصابعه، لما ثبت عن سالم عن أبي مسعود البدري قال لا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقام فكبر ثم ركع فجاف بين يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعها الحديث. قال ويمد ظهره. هل وجد عندك حديث هذا؟ نعم. قال وإن محد أبو داود النسائي من طرق عن عطاء بن سالم عن سالم وإسماعيل حسن من طريق عطاء؟ من طريق عطاء بن سائب عن سالم عن سالم، قال وغيره من طريق زائدة ومن طريق همام يحيى عن عطاء، وقد روى عن عطاء قبل اختلاف زائدة في نظر مصنف، زائدة روى عن عطاء بعد الاختلاف. انظر في الحديث، لا الذي يعلم ان كل من رواه هذا الحديث عن عطاء كله رواه بعد الاختلاط، لا قبل الاختلاط، يعني روى عن عطاء بن سائب قبل الاختلاط، والأعمش السفيانان حماد بن زيد، والخلاف في حماد بن سلم مشهور، اما الزائدة وطبقة الزائدة هذا روى عن عطاء بعد الاختلاط، تأكد من الحديث. عفى الله عنك. قال ويمد ظهره ان يجعل ظهره، في حديث اخر ما ذكر حديث وائل قال الرسول إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه، وهذا صححه ابن خزيمة في صحيحه، وأيضا هذا له علة، إن هذا الحديث فيه انقطاع أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. عفى الله عنك. قال ويمد ظهره وأن يجعل ظهره حال الركوع مستويا، لما روى أبو برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر.
قال ويجعل رأسه حياله، أن يجعل رأسه حال الركوع محاذيا ظهره لا مرتفعا عنه ولا منخفضا عنه، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يعني يشخص بالتخفيف أحسن، عفى الله عنك، إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يعني يشخص يعني يرفع يصوبه ويطأطئه إلى الأرض. وهذا الحديث من رواية بالجوزة عن عائشة في مسلم، والبخاري يرى أن بالجوزة لم يسمع من عائشة، وهذا الذي اختاره ابن عبد البر. عفى الله عنك، قال ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا استحبابا، والواجب واحدة، والدليل على استحباب تكرار هذا الذكر ثلاث مرات ما رواه مسعود مرفوعا إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. قال ثم يرفع رأسه، لو لم يقل سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى وعظم الله جل وعلا بها الأذكار الأخرى مثل يقول سبوح قدوس أو سبحانك اللهم ربي العظيم أجزى ذلك. والدليل على هذا حديث ابن عباس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، تعظيم الرب لا يشترط أن تقول سبحان ربي العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي العظيم وتارة يقول سبوح قدوس، تارة يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء، تارة يقول اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وهذا في مسلم. كذلك لو أنه سجد واشتغل بالدعاء دون التسبيح أجزأ ذلك. قال صلى الله عليه وسلم وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أي حري أن يستجاب لكم، لكن يقدم بين يدي دعاء تسبيحا وتحميدا يكون الدعاء أجوب. عفى الله عنك قال ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول، وقد سبق ذكر الدليل على هاتين المسألتين قريبا. شيخنا فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، ويقبض يده اليسرى بيده اليمنى ويضعها عليها في هذا الموضع كما يفعل قبل الركوع، وهذا هو ظاهر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وفيه كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، رواه البخاري. نعم، هذا حديث سهل، ولا يختلف العلماء في استحباب وضع اليمين على الشمال، هذا متفق عليه، إنما الخلاف أين يضعهما. قد تقدم الناصح شيء ورد في الباب هو مرسل طاووس ووضعهما على الصدر، تقدم شرح الحديث المرفوعة وأن في أسانيدها نظرة، وأن أمثل ما جاء في الباب هو حديث يحيى ابن سعيد القطان عن سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم تعليله قد رواه الجمع عن سفيان لم يذكروا وضع اليدين على الصدر منهم عبد الرحمن بن مهدي ووكيع وعبد الرزاق وآخرون. قلنا ليست هذه العلة، لأن يحيى بن سعيد القطاي ثقة ثبت ليس من السهل تخطئته، وإنما هو تفرد سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب وقبيصة بن هلب عن أبيه، فلا يقبل في مثل هذا. عفى الله عنك، قال ويقتصر المأموم على قول ربنا ربنا ولك الحمد لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، متفق عليه. حمده سمع الله لمن حمده، صحيح كذا؟ صحيح. ضمه صحيح. ما يقول سكن ما سكن لا سمح وقفت لا ما شاء الله.
يقتصر المأموم على ربنا وله الحمد. اي نعم، بمعنى يقتصر بمعنى لا يقول سميع الله الحمد، خلافا للشافعي. الشافعي يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا، ويقول اذا قال لمن سمع الله الحمد قل سمع الله لمن حمده. وخالفه الامام احمد فقال اذا قال لمن سمع الله الحمد قل ربنا ولك الحمد، لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا قال سمع الله الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد. الشافعي يرى انك تقول ربنا ولك الحمد لكن لا ينافي الا تقول سمع الله لمن حمده، او يريد هذا المؤلف. ولكن الواجب ربنا ولك الحمد، ما زاد على ربنا ولك الحمد كله سنة ليس بواجب. ما هو الدليل على الباقي السنة ليس بواجب؟ من منكم يأتي بدليل؟ طيب لعل قصد النبي صلى الله عليه وسلم ربك الحمد وما بعده، لكن تأخير البيان ما لكن ما في شيء أصرح من هذا، هذا ليس بصريح من كل وجه. نعم، عن أبي هريرة في قنوت ابن عمر هذا يقول إذا قسم الله الحمد ربنا ولك الحمد اللهم العب فلا من فلا. نعم، هذا أصرح أصرح حديث في الباب أن الواجب ربك ما عدا ليس بواجب. طبعا كان إذا قنت يشرع له، لا ما يشرع إذا قنت، إذا قنت أراد الإمام يقنت إذا قال ربنا ولك الحمد مباشرة يأتي، لأن هذا الحديث صريح في البسوة في البخاري حديث ابن عمر. نعم، عفى الله عنك. قال ثم يخر ساجدا مكبرا، وقد سبق ذكر الدليل على ذلك قريبا. قال ولا يرفع يديه، لا يرفع يديه عند انحطاطه للسجود، لقول ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الصلاة قال ولا يفعل ذلك في السجود. قال ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته ثم جبهته وأنفه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصنع ذلك. هذا يعني شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة ما هناك شيء ثابت أن أول ما يقع منه ركبتاه. جاءت حديث بأن أول ما يقع منه يده، وحديث أول ما يقع منه ركبتاه، والحديث في هذا وهذا كله معلولة، لا يصح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الصحابة خلاف، كان عمر رضي الله عنه يقدم ركبتيه على يديه، وكان ابن عمر كما في البخاري تعليقا يقدم يديه على ركبتيه، فيفعل الإنسان ما هو أرفق به وأسهل له. حق الجمل لا يبرك أحدكم، إيه هذا معلول، لا يبرك أحدكم ما يبرك البعير، هذا خبر معلول. نعم، عفى الله عنك. قال ويؤيد هذا الحديث، أنا شاهدت أحد طلبة العلم يجمع بين الركبتين واليدين جميعا، هذا عجيب يا اجتهاد، أصلا الحديث كله معلولة ما صح شيء في الباب، لكن يكون يعمل هذا العمل يقول ما أدري ما ينكر عليه، لا ينكر عليه لأنه يصغر. أنا أقول عموما هو يرى صحة الحديثين، ولا من تعمل بهذا مرة وبهذا مرة، إذا كنت تعلق صحة الحديثين تعمل بهذا مرة وبهذا مرة كله ضعيفة، ما في شيء ما صح عن السنة، تعمل ما هو الأفضل فيه ما شئت، ما في سنة، سنة ما في سنة. عفى الله. قال ويؤيد هذا الحديث أن هذه الصفة هي الأرفق بالمصلي، وهي الموافقة لطبيعته، وأنه رجحها عامة أهل العلم. قال ويجافع عبديه عن جنبيه، فإن المصلي في حال سجوده يستحب له أن يباعد بين عبديه وجنبيه. ومن الأدلة هذا إذا كان يصلي منفردا، أما إذا كان يصلي مع جماعة فلا يؤذي من على يمينه ومن على شماله، هذا بعض الناس يفرج وهو في جماعة يضايق من على يمينه وعلى شماله، وهذا غلط. إذا صلى وحده فليطبق هذا الحديث كما في حديث البراء، إذا سجدت فضع يديك وارفع مرفقيك، خرجه مسلم، ففي حديث ابن بحيرة وغير ذلك من الأحاديث الصحاح. نعم، عفى الله عنك. قال ومن الأدلة على ذلك ما رواه عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه، متفق عليه. قال ويجافي بطنه عن فخذيه. ومن الأدلة على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في السجود، وهذا العمل من سنن الصلاة بإجماع أهل العلم. نعم، تكملة الحديث ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، وكذلك ما رواه جماعة من أهل السنن وأحمد صحابة بن خزيمة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى جخا،
ومعنى التشفية قيل التمدد، وهذا قول جماعة من أهل اللغة. وقال جماعة التشفية المجافاة، وقال طائفة التشفية التقويس. التشفية التقويس، لأن التقويس يعين على طول السجود. نعم. عفى الله عنك. قال: ويجعل يديه حدو منكبيه. واستدل من قال بهذا القول بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب أن يضع يديه بحذاء أذنيه، لما روى مسلم عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في سجوده، وهذا هو الأقرب. نعم، أو يضع يديه على القول الآخر كما نص عليه غير واحد من الأئمة منهم الشافعية، يضع الأصابع حذو الأذنين، تكون الكف حذو المنكبين. وقد جاء في حديث أبي حميد وغيره وجعل وجهه بين كفيه. استعينوا بالركب يا شيخ في حديث استعينوا بالركب. إيه نعم، ضعيف الحديث. هل السنة التي قال الشافعية حتى في السجود؟ نعم، حتى في السجود. نعم، يقول في السجود. نعم، وسوى في حديث الآخر حديث أبي حميد أيضا جعل وجهه بين كفيه. نعم، تقول أن الأطراف الأصابع عند الأذنين. نعم. عفى الله عنك. قلا ويكون على أطراف قدميه. ومن الأدلة على ذلك ما رواه البخاري عن أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. نعم، وإذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد فهذه مسألة خلافية بين العلماء، هل يتورك أم يفترش؟ فالظاهر عند الله أنه يفترش ما يتورك، وأن التورك مخصوص بذات التشهدين. نعم، أما إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد كالفجر فإنه يفترش ولا يتورج. نعم، السنة كذلك. نعم، السنة يا شيخ ما لا علاقة، يصلي سنة ركعتين يفترش أيضا، يفترش بين التشهدين، يفترش في التشهد. التورج خاص في الصلاة ذات تشهدين كالمغرب والرباعية. إذا كانت التورج الشيخ عكس السنة لأنه ينصب اليمين ينصب اليسرى. لا، لا غلط. إذا تقصد الإمام فهو لأجل مرض، لا ما يفعل لأجل مرض، لا لأنه السنة. إذا فات ركعة ولحق ثلاث تشهدات ممكن يلحق أربع تشهدات. إيه يعني إذا جئت الإمام في المغرب قال سمع الله ولمن حمده، إيه؟ صلي أربع تشهدات حينها. متى يفعل؟ ما تدرك مع الإمام هو صلاتك، ما تدرك مع الإمام وصلاتك. على هذا الطريقة ما تتورك إلا في الأخيرة التي ستسلم فيها. عفى الله عنك. قال: ويكون على أطراف قدميه. عفى الله. قال: ويجب منع كل ما يحول بين المصلي وبين السجود على الأعضاء السبع، فيجب أن يكون الفرش الذي يفرش به المسجد مما يعين على ذلك. لكن لا بد أن يثبت على الأرض، لأن قد يصلي على فراش السفنج هذا ثم يتمايل ما يثبت، هذا ما يصح السجود عليه، هذا ما يصح السجود عليه، ما سجد على شيء، ما سجد على الأرض، فبمنزلة السجود على الهواء فيتمايل ما ثبت. إذا نعم الفراش ثبت على الأرض لا بأس به، ما ثبت على الأرض تتمايل هذا السجود ما يصح على هذا الفراش. عفو الله عنك. ويجب أن تجنب المساجد الفرش التي تمنع المصلي من تمكين جبهته وأنفه بالأرض في حال السجود، كما يجب على المصلي أن يجتنب كل ما يمنعه من السجود على الأعضاء السبعة، كلبس النظارات التي تمنعه من تمكين جبهته وأنفه من الأرض. قال ثم يقول: كذلك يجتنب العبث، إما أن يلبسهم إذا كانت لا تضره ولا تمنع السجود يسر فيهما، أما إذا سجد نزع وإذا قام أخذ هذا لا داعي له، هذا يتمكن يبقي الأمر على ما هو عليه. نعم. عفى الله. قال ثم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وقد سبق لك الدليل على ذلك قريبا. آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وشيخنا
ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وقد سبق الدليل على ذلك قريبا. ثم يرفع رأسه مكبرا والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سبق ذكره في هذا الباب. قال ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة. ومن الأدلة على ذلك حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قوله بعد ذكره السجدة الأولى ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها وقياسا على جلوس التشهد الأول. قال ويقول رب اغفر لي ثلاثا استحبابا والواجب واحدا. وقد استدل من قال باستحباب التكرار ثلاثا بالقياس على التسبيح في الركوع والسجود. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة ألا يزيد على تكرار هذا الذكر مرتين. وذهب الجمهور أصلا ذهب الجمهور إلى أن الذكر بين السجدتين ليس بواجب. ذهب الجمهور إلى أن الذكر بين السجدتين ليس بواجب. وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي لأنه لم يرد في ذلك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. والواجبات تثبت بالأوامر وأما الأفعال فتكون سنة. وذهب مالك رحمه الله إلى أن الذكر بين السجدتين ليس تعبدية. فعلى مذهب مالك تذكر الله بما أحببت. نعم. عفى الله عنك ألا يزيد على تكرار هذا الذكر مرتين لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين سجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي ولم يثبت عنه تكرارها أكثر من أكثر من ذلك. قال ثم يسجد الثانية كالأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهذه السجدة واجبة بالإجماع. قال ثم يرفع رأسه مكبرا لحديث أبي هريرة السابق في هذا البلد وينهض قائما فيصلي الركعة الثانية كالأولى لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته بعدما ذكر له صفة الركوع الركعة الأولى ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه وهذا مجمع عليه إلا أن الركعة الثانية ليس فيها استفتاح وهذا مجمع عليه أيضا. قال فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا وقد سبق ذكر صفة الافتراش وذكر الدليل عليها في هذا الباب. ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. ومن الأدلة على هذه مسألة ثلاث صفات. الصفة الأولى يضع اليد اليمنى على الفخذ الأيمن واليسرى على الفخذ الأيسر هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يضع اليمنى على الركبة اليمنى واليسرى على الركبة اليسرى. الصفة الثالثة أن يضع اليمنى على الفخذ واليسرى على الركبة اليسرى. هذه ثلاث صفات كلها ثابتة ومحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفى الله عنك عفى الله عنك. قال ومن الأدلة على هاتين المسألتين حديث عبد الله بن زبير عند مسلم وفيه وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. نعم الصفة الثالثة ذكرنا. نعم. عفى الله عنك. قال ويقبض منها أي يقبض من يده اليمنى حال وضعها على فخذه اليمنى في التشهد الخنصر وهو الإصبع الصغير والبنصر وهو الإصبع الذي يلي الصغير. ومن الأدلة على هذا حديث ابن عمر عند مسلم وفيه وقبض أصابعه كلها. قال ويحلق الإبهام مع الوسطى. ومن الأدلة على ذلك حديث عبد الله بن زبير عند مسلم وفيه ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى. وكل الأعمال المذكورة في المسائل الأربع السابقة من سنن الصلاة بإجماع أهل العلم. جاء عدة صفات من هذه الصفة الصفة مشهورة وجاءت هذه الصفة يقبل جميع يقول هكذا. وأتانا صفتان مرويتان في صحيح الإمام مسلم. نعم.
عفى الله عنك. قال: ويشير بالسبابة وهي الإصبع الكبيرة التي بجانب الإبهام في تشهده مرارا، والإشارة بها تكون عند التلفظ بالشهادة وعند ذكر اسم الله بالتشهد كقوله لله وقوله الله اللهم، وعند كل دعاء فيها التشهد، وذلك كله إشارة إلى الإخلاص. ومن الأدلة على ذلك حديث ابن عمر عند مسلم وفيه رفع إصبع اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها. كان أثر ابن عمر يشير لنا الرفع عند الدعاء، وهذا من مواطن الخلاف. وصح الأقوال في المسألة قولان، يعمل الإنسان بما تيسر، إما يجعل الأصبع هكذا دائما القبلة إذا جاء دعاء حرك، وإما يجعلها هكذا التشهد إذا جاء دعاء أشهر. يعني صح الصفات هاتان الصفتان، إما هذه ولا هذه، ومع ذلك فكله ما يستقيم على حديث الصحيح. أما الحاني وما لا تقدم عندنا أنه ضعيف وبينا علته. ما يصف هذه يعني ما الصفات هذه؟ ما لها علاقة؟ نتكلم إحنا على الإشارة ولا؟ نعم. هذه الصفة ثابتة، وهذه الصفة ثابتة، وهذه الصفة نفسها هي مختلف فيها. هل تقول كذا أو تقول هذا؟ نفسها. طبعاً نعم. هي نعم. نعم. اختلفوا فيها. النوى ذكر صفتين في المجموع، ذكر الصفة وذكر الصفة. شيخ أنا أليس عند قول من يقول التشهد كل عبارة عن دعاء، فيلزم تحريف فقط. وكل عن دعاء، لكن في أشياء خبر التحيات لله يدخلها عموما ويدخلها، لكن كلام على الطلب، الطلب كقول اللهم صلي هذا الطلب. لا نحن نعرف ان الدعاء نوعا دعاء عباده، دعاء مساله، كلام على دعاء المساله. عفى الله عنك. قال: وهذه المساله وهي الاشاره بالتشهد مجمع على استحبابها. قال: ويقول اي في حال الجلوس للتشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا صح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فقد رواه البخاري ومسلم، وذكر بعض أهل العلم أنه حديث متواتر. صحيح، هو متواتر، تقدم صلى عندنا متواتر، وما صح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول. وهذا قد صح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول، فصدق عليه لفظ التواتر على مذهب الأئمة المتقدمين، ويصدق عليه لفظ التواتر على أصول المتأخرين، أي رواه جمع غفير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. نعم. لا لا صدق الجلال، لا ما عليه دليل هذا، عند الدعاء. اللهم ولا أي شيء في دعاء، اللهم صل وسلم، ماذا دعاء؟ يعني من أول ما تبدأ بالتشهد أي شيء في دعاء طلب يصير بالأصبع. نعم. عفى الله عنك. قال: ثم يقول في التشهد الأخير بعد إتيانه بذكر المشروع في التشهد الأول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والأقرب أن هذا الذكر مستحب لثبوته عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولعمل الأمة به جيلا بعد جيل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. قال: ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال لأمره صلى الله عليه وسلم به، رواه مسلم. ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله. وهذه التسليمة ركن من أركان الصلاة كما سيأتي عند الكلام على الأركان إن شاء الله تعالى. وبعد ذلك يسلم عن يساره كذلك، فهذه التسليمة مشروعة في الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم لها، ولكنها غير واجبة لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على إجزاء التسليمة الأولى. ابن القيم رحمه تعالى أنكر يكون في اتفاق للصحابة في هذا، وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن التسليمة الثانية واجبة كالأولى، وأن من سلم من الصلاة التسليمة الأولى ثم أحدث قبل أن يسلم الثانية بطلت صلاته.
وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهذا اختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم. ولأن كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه تسليمتين، وأنكر الإمام الذهلي وأحمد بن حنبل والدار قطني وآخرون من الحفاظ منهم العقيلي أن يكون قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة، وأن كل حديث ورد في هذا فهو منكر. قال هؤلاء الأئمة الكبار الذهلي، أحمد بن حنبل، العقيلي، الدار قطني. وكل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه تسليمتين، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي حديث ابن عقيل عن ابن الحنفية عن علي وتحليلها التسليم، والتسليم الذي هو تحليل الصلاة هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين. ومن حكى عن الصحابة فإنما أجمعوا بأن التسليم الثاني غير واجبة فقد غلط ووهم، إنما قاله طائفة. نعم بالله النافع أمره سهل، لكن حتى في النافع يسلم تسليمتين. شيخ عندنا يسلموا تسليمة واحدة، هذا مذهبكم يعني؟ هذا مذهب المالكية. أنت مالكي؟ هذا مذهب المالكية. المالكية يرى تسليمة واحدة هي الواجبة، ولا يختص بذلك المالكية، حتى الأحناف حتى الشافعية كل هؤلاء يرون تسليمة ثانية غير واجبة. ولكن العجيب المالكية يقولون بالاستحباب، وبعض المتأخرين المالكية ما يعملون الاستحباب، هم ما يقولون بالوجوب، لكن ما قالوا أنه غير مستحب. لما تقتصر على الواحدة والثانية مستحبة؟ ثانيا أن الناس يعودون في الحقيقة على الدليل، لكن نتمرن على المذاهب ونحو ذلك لنعرف كيف نتعامل مع المخالفين والآخرين، ولا المعول عليه والدليل. شيخ الله فضل، أحيانا إذا صليت هناك بالناس يعني طبعا هم متعودين على مباشرة، أول ما يسلم الإمام على اليمين يسلمون، وأنا إذا كنت مقتنع يعني وافقونا أو قصي قبل الثانية؟ قبل الثانية مباشرة بعد الأولى، لأنهم يعتبرون الثانية صغر. نعم الشيخ، وإذا أنا أعتقدت مثلا أنها يعني التسليمة الثانية واجبة، هل يجوز لي أن أخذ بقولهم وسلم تسليمة واحدة؟ لا، حتى لا يخرجوا من صلياتهم. لا، ممكن تخفي الثانية ما تشهر بها مراعاة لحاله، إذا كنت تعتقد أن الثانية واجبة وتمسك صحيح. لأنهم نعم نلاحظ أن المالكية حين تسلم تقول السلام عليكم ورحمة الله، تنتهي من الأولى قبل أن تقول الثانية، قد سلم وانتهى وخرج. فبالتالي أنت تعلق أن الثاني واجبة ولا تستطيع أن تغير ما هم عليه، سلم تسليم الأولى، طيب سلم وأنت سلم الثاني سرا، تكون قد أتيت به الواجب ولا عليك من فعله. إذا أمكن في المستقبل أن تعلمهم فهذا أمر مهم، لأن على أقل تقدير هي مستحبة حتى عند المالكية. هم لا يقولون بأنها غير مستحبة، يقولون بالاستحباب، فلماذا لا يعملون بهذا المستحب؟ يعني لا يبطل صلاتهم شيخ كونهم يسلمون قبل الإمام، يعني قبل ما يسلم التسليمة الثانية. لا لا، أنهم يعتقدون أن الصلاة الثانية غير واجبة. نعم، اتفاق السنة حتى إذا أخطأ ما يشترط أن نسب في الحاشية الإمام أحمد رحمه الله أنه قال إنما أحدثت التسليمتان في زمن بني العباس. نعم، يقول أحدثت التسليمتان في زمن بني العباس، نسب الإمام أحمد. هذا قول لكن ثابت على أحمد رحمه الله، ضعف كل الأحاديث أحمد، ضعف كل الحديث الواحد في التسليمة الواحدة. والإمام أحمد رحمه تعالى يحتج بحديث سعد في التسليمتين، والحديث الصحيح صحيح الإمام مسلم، يحتج بعدة حديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأنكر يكون ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة، وضعف كل الحديث الواردة في هذا. نعم الله. نعم التسليمة الثانية هو يعتقد أنها واجبة، خلاص إذا كان نسوي يعتقد أنه واجب عند الصلاة، إذا كان الفصل ما طال يأتي بها، لكن لا ما يعتقد الوجوب كما قال الجمهور. يعني مسألة واضحة لكم. عبد الله قال وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، أي أنه ينهض مكبرا، ويشرع له هنا أيضا أن يرفع يديه كرفعه لهما عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع. والسنة في هذا الموضع أن ينهض معتلا على يديه، والسنة في هذا الموضع أن ينهض معتمدا على يديه،
لأن القول الذي يعتمد على ركبتين يحتاج إلى دليل صحيح، ولا هناك دليل صحيح. وهذا عام في القيامة الأولى للثانية، من الثانية للثالثة، من الثالثة للرابعة، ينهض معتمدا على يديه. هذا المحفوظ في البخاري، وما عدا لم يثبت. نعم. عفى الله عنه أن يرفع، عفى الله عنه أن يرفع يديه كرفع لهما عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، وقد سبق ذكر الأدلة على ذلك في هذا الباب. تقدم أن الحديث هذا في البخاري والجمهور لا يقولون به. نعم. عفى الله عنك. قال: ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا. لكن لو قرأ في الظهر والعصر لا بأس به، دلت حديث صحاح على أنه كان يزيد، كما في حديث حذرنا قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ في الأوليين من الظهر قد عرف لا يمتاز في الأخريين على النصف من ذلك، والنصف من ذلك من 15 آية، والفاتحة 7 آيات، دل ذلك أنه كان يزيد. نعم. عفى الله. ثم عفى الله في ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه، وقد سبق ذكر الدليل على هذه المسألة بهذا الباب. ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، فالتشهد الأول في الرباعية والثلاثية يشرع فيه الافتراج، وقد سبق ذكر الدليل على ذلك. وكذلك التشهد للصلاة الثنائية كالفجر وما يماثلها يشرع فيه الافتراش أيضا، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. قال: فإذا سلم استغفر ثلاثا، الاستغفار هو سؤال الله تعالى مغفرة الذنوب، وقال أي بعد الاستغفار ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم. لأن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر ثلاثا، دل ذلك على ذلك حديث ثوبان في مسلم وحديث عائشة في مسلم. فرد على من يقول بالتكبير بعد السلام مباشرة، مستدلا بحديث ابن عباس، كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وأنه ليس المقصود التكبير كما فهمه أنه يسلم يقول الله أكبر. المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام، ثم التفت إليهم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر، إنما التكبير الذي يعنيه ابن عباس هو إذا جاء مع سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا الذي يعنيه ابن عباس. نعم. عفى الله عنك. قال: والدليل على هاتين المسألتين ما رواه مسلم عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال رحمه الله: باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12. ما الفرق بين الركن والسؤال إليك موجه الركن والشرط؟ لا الفرق ما هو الفرق حتى التعريف، لا من حتى التعريف، أن الشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجودها. ما الفرق بين وبين الركن؟ الركن يصدق عليه هذا كالشرط. ايش الفرق بينه وبين في الصلاة؟ ايش الفرق بين الشرط في الصلاة والركن في الصلاة؟ الشرط يكون قبل الصلاة. نعم، الشرط يكون قبل الصلاة، والركن في صلب الصلاة. في صلب الصلاة. وكل منهم يتفقان على استصحاب ذلك إلى النهاية. نعم. أحسن الله إليك. قال: أركان 12. أركان الصلاة هي الأقوال والأفعال التي تتكون منها ماهية الصلاة، فهي أجزاء الصلاة التي تترتب منها ولا تصح بدونها، فلا تسقط إلا عند العجز عنها، فمن تركها ناسيا أو عامدا لم تصح صلاته. يعني يجب أن يأتي به، بمعنى لو ترك ركنا في الصلاة مثل شخص الصلاة السرية ترك فاتحة كتاب في الصلاة السرية ثم لم يذكر ذلك إلا في الركعة التي تليها، تكون هذه إذا كانت الأولى هي التي نسيها الأولى تكون الثانية هي الأولى، والأولى تبطل، ولكن يجب عليه حينئذ السجود للسهو. نعم.
عفى الله عنك، قال القيام مع القدرة. نعم. تبطل. يسكن الثانية هي الأولى، فعلى يصلي خمس. الأولى بطلناها. لكن يسكن لسه وجوبا. أفلن قال القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وهذا الركن خاص بالفريضة دون النافلة. قال وتكبيرة الإحرام، والدليل ما ثبت عن علي رضي الله عنه مرفوعا مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وحديث المسيء صلاته الآتي. قال وقراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. والركوع والرفع منه. تقدم أن الحنابلة يرون أن الفاتحة واجبة في السرية، ما يرون ذا واجبة الجهرية، وهذا قول الجمهور كأبي حنيفة أيضا وكمالك كالحنابلة، وذا قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. أما الشافعي رحمه الله فقد ذهب إلى شرطية الفاتحة في السرية والجهرية، وتبع على ذلك طوائف. تقدم أدلة كل واحد منهم، لكن المعول عليه عند الشافعية هو حديث محمد بن إسحاق عم مكحول عم محمود بن الربيع عن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك تقرن خلف إمامك، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وهذا الخبر معلول. وقد رواه الزهري عن محمود بن الربيع بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا هو المحفوظ كما نص عليه الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، ورواية ابن إسحاق شاذة. فعلى هذا لا يسلم لهم الاستدلال به على شرطية الفاتحة في الصلاة الجهرية، وإن الذي عليه الأكابر من الصحابة كأبي بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وزيد ثابت وجابر بن عبد الله أن الفاتحة لا تجب في الجهرية. نعم. تجب في السرية. نعم. تجب في السرية. نعم. نعم. عفى الله عنك، قال والركوع والرفع منه والسجود على السبعة الأعضاء، وهي الوجه واليدان والركبتان والقدمان. قال والجلوس قول القدمان يعني ركن، ما قدر الركن في القدمين، لأن يعني بعض الناس ترى إذا سجد يلعب في قدميه، مرة يرفع مرة يخفض، ويلعب بيديه مرة يرفع مرة يخفض. هذه مسألة خلاف بين العلماء، لأن طائفة من الفقهاء يقولون متى ما رفع قدميه بطلت صلاته، لأنه يعني خلى بركن من أركان، فعلى هذا يعيد السجدة بأسرها بأكملها لأنها باطلة. إذا ما عادها بطلت الركعة كلها، إذا ما عاد شيء بطلت الصلاة كلها. وطائفة يقولون لا، إذا أتى بالقدر الواجب بمعنى ثبت يديه وقدميه على الأرض ثم أتى بالواجب عليه في الركوع في السجود ثم رفع بعد الواجب عليه يكون آثما لكنه لا تبطل ركعته، وهذا قول قوي، لأنه لم يرد في الحقيقة القدر الذي يكون ركنا، فنجعل القدر الذي يكون ركنا هو بقدر ما يأتي بالواجب عليه في السجود، والواجب عليه إما التسبيح أو الدعاء. إذا أتى به والقدمان ثابتتان على الأرض مع اليدين فنقول هذا أدى الركن، ما عدا ذلك واجب، إذا خلى بالواجب يكون عاصيا. نعم. عفى الله عنك، قال والجلوس عنه أي الجلوس بعد السجود، وهي الجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في هذه الأركان أي في الركوع والاعتدال عنه والسجود، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة هي السكون وإن قل. ومن الأدلة على هذه الأركان الخمسة حديث والمسيء صلاته، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد السلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام، ثم قال ارجع.
فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. قال: والتشهد الأخير أي قراءة التشهد في آخر الصلاة، وهو قول التحيات لله إلى قوله إلى قول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقد سبق ذكره عند الكلام على صفة الصلاة. تقدم الحديث اللي هو الصريح في المسألة عند ابن خزيمة تفرد بابن إسحاق وأنه معلول، هو نص المسألة. ذكرنا المذاهب في هذه المسألة، منهم من استدل بالعمومات أن التشهد الأول كالثاني كالشافعية، ومنهم الحنابلة استدل بحديث أبي عبيدة عن أبيك أن سكنها على الرضا في الحجارة والحمار، قلنا أن أبي عبيدة لم يسمع من أبي ولكنه داخل في المسند وأطلنا في هذه المسألة. نعم. عفى الله عن قال: والجلوس له أي الجلوس للتشهد الأخير. والدليل على هذه المسألة والمسألة التي قبلها مداومته صلى الله عليه وسلم على هذا الجلوس وعلى قراءة التشهد فيه، وقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني يصلي، رواه البخاري. قال: والتسليمة الأولى والركن منها قوله السلام عليكم، أما قوله رحمة الله فهو من سنن الصلاة. ومن الأدلة على ركنية هذه التسليمة قوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال: وترتيبها على ما ذكرنا أي ترتيب هذه الأركان عند أداء الصلاة بحسب ترتيبها السابق. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته مرتبة بحرف ثم الذي يدل على الترتيب. قال: فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها، قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته لما ترك بعض أركان الصلاة، كما في حديث أبي هريرة السابق: ارجع فصل فإنك لم تصلي. والأقوال التي يلزم المصلي فعلها أثناء الصلاة، فإن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها نسيانا صحت صلاته، لكن يلزمه أن يجبر هذا النقص في صلاته بسجدتي السهو إن علم بهذا النقص وهو في الصلاة أو بعدها بيسير. قال: التكبير غير تكبيرة الإحرام، وتسمى تكبيرات الانتقال، وهي تكبيرات الركوع وتكبيرات السجود والرفع منه وتكبيرات الرفع من التشهد الأول. من الأدلة على وجوب هذه التكبيرات مواظبته صلى الله عليه وسلم عليها إلى أن توفاه الله تعالى، وقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. قال: والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة. يعني هذا هو الواجب، وهذا من مفردات الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة، فإن الأئمة الثلاثة يذهبون إلى أن هذا مستحب ولا يرون هذا واجبا. تقدم بالأمس أنه لو اقتصر على الدعاء في السجود دون التسبيح أنه يسقط عنه الوجوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فعظموا، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. وقال: في الركوع فعظموا فيها الرب. وكان هذا دليل أن الأمر هو على الدعاء، بمعنى أن هذا ينوب عن هذا، لكن الأفضل أن يأتي بالتسبيح أولا ثم بالدعاء ثانيا، لأن هذا يكون أيضا أقرب إلى الإجابة. حين تعظم الله ثم تدعو يكون أقرب إلى الإجابة. عفى الله عنك. قال: ومن الأدلة على وجوب هذا التسبيح في الركوع والسجود ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال عليه السلام: اجعلوها في سجودكم. نعم، لكن هذا الحديث ضعيف،
نعم. عفى الله عنك. والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع أي قول سبحان الله لمن حمده للإمام والمنفرد حال الرفع من الركوع، وقول ربنا لك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد حال القيام بعد الرفع من الركوع، وقول رب اغفر لي بين السجدتين. ومن الأدلة على هذه الواجبات مواظبته صلى الله عليه وسلم على هذه الأذكار في جميع صلواته إلى أن توفاه الله تعالى، وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. قال والتشهد الأول أي قراءة التشهد، وقد سبق ذكره في صلة الصلاة. والجلوس له أي الجلوس للتشهد الأول. ومن الأدلة على هذين الواجبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي هذا التشهد سجد للسهو، متفق عليه. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. ومن أدلة هذا القول قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها مستحبة لا واجبة، واستدلوا بأن عمر وغيره من الصحابة علموا الناس التشهدات التي علمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت واجبة وجزء من التشهد لعلموها الناس، وهذا هو الأقرب. لكن حديث عجل هذا كان في الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله وثناء ثم ليصلي عليه، وهذا أمر. وظاهر هذا الحديث أنه كان في الصلاة لقول صلى الله عليه وسلم عجل هذا، وهذا في أمر، والأمر يقتضي الوجوب، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وأحمد رحمه الله في المشهور عنه. نعم. عفى الله عنك. قال فهذه أي الواجبات السبعة السابقة إن تركها عمدا مع القدرة على الإتيان بها بطلت صلاته، لأنه ترك جزءا واجبا من الصلاة بغير عذر. وإن تركها سهوا سجد لها، أي إن ترك الواجبات السابقة أو ترك واحدا منها سهوا وجب عليه أن يجبر هذا النقص بسجدتي السهو. لكن إذا نسي سجدتي السهو حتى طال الوقت تسقط عنه. ولو ذكر سجدة السهو خرج من المسجد ذكر سجدة السهو في البيت، يجوز يسجدهما في البيت، يستقبل القبلة ويسجد سجدة السهو، لا يلزم يرجع إلى المسجد. أما إذا كان في المسجد فإنه في مكانه أيضا، لو انتقل مثلا هو هنا وانتقل إلى هنا في هنا ما في مانع أنه يسجد سجدة السهو. والصواب في سجدة السهو أنهما واجبتان تجبان مع الذكر وتسقطان بالنسيان. عفو الله عنك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول سجد له سجدتي السهو، ويقاس عليه بقية الواجبات. قال وما عدا هذا إما سوى الأركان والواجبات السابقة فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها، أي لا تبطل الصلاة بتركها عمدا، لأنه لا يجب على المصلي الإتيان بها، ولا يجب السجود لسهوها، أي لو ترك سنة من سنن الصلاة القولية أو الفعلية سهوا فلا يجب عليه أن يسجد للسهو من أجل تركه، لأن ما ترك ليس بواجب. فإذا لم يكن الأصل واجبا وهو هذه السنة التي تركها سهوا، لم يكن الفرع وهو سجود السهو واجبا، لأن الفرع لا يزيد على أصله. صحيح، هذا كلام صحيح. إذا قلنا أن السنة لا يجب جبره في سجود السهو، لكن الخلاف أيضا هل يشرع هذا على اعتبار أنه سهى أم يقال أنه ما سهى أصلا لأنه ما ترك إلا سنة. نعم. قال رحمه الله باب سجود السهو. قال والسهو على ثلاثة أضرب، أي ثلاثة أنواع. أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة
كزيادة ركعة أو زيادة ركن، كأن يزيد في إحدى الركعات ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا. فتبطل الصلاة بعمده، أي أن المصلي لو زاد في صلاته ركعة أو ركنا عمدا بطلت صلاته، لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه وهذا مجمع عليه. قال ويسجد لسهوه، أي يسجد سجدتي السهو إذا زاد في الصلاة ركعة أو ركنا سهوا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، متفق عليه. قال وإن علم من زاد الصلاة ركعة وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال وجوبا، لأنه لو لم يجلس لكان قد زاد في صلاته ركعة عمدا وذلك مبطل لها. وبدون تكبير لبعض الناس يكبر، تلاحظ بعض الأئمة يقول ركعة الخامسة يقول الله أكبر ركعة الخامسة ثم يذكر القائم أنه غلط يجلس بدون تكبير، كذلك العكس هو كبر جلس مثلا التشاهد ظننا الأخير وصار ركعة الثالثة في الرباعية قال الله أكبر بدل ما ينهض جلس التشاهد ظننا الرباعية تبينت قال سبحان الله، بعض الأئمة يلاحظ يقول الله أكبر ينهض وهذا غلط. التكبير اللي تكبرتها للجلوس هي تكبيرة انتقال، هي تكبيرة القيام، فلا وجه حينئذ للتكبير. أما مواضع سجود السهو فهذه أيضا مسألة خلاف، والعامة في الحقيقة مع التعليم لا يزالوا ما يفهمون. ففي رواية عن الإمام أحمد يمكن الأخذ بها وهي لا تعارض الأدلة، بل الأدلة تنصرها يفهمها العامة ويعونها. أحسن أن نقول مثلا بقول الشافعي، شافعي يقول كل شيء قبل السلام وانتهى الموضوع، هذا مذهب الشافعي. وأحسن أن نقول بقول أبي حنيفة اجعل كل شيء بعد السلام وانتهى الموضوع، وأحسن من قول مالك إن كان زيادة وكان نقصان. العامة ما يفهمون الزيادة ولا يفهمون النقصان، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية أصلا يخالف المالكية في معنى الزيادة في معنى النقصان، الفقهاء اختلفوا في معنى الزيادة في معنى النقصان. الرواية التي قلت لكم أقولها لكم عن الإمام أحمد هي أنه كل شيء قبل السلام، كل شيء قبل السلام إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل بعد السلام، وهي ثلاثة مواضع نجعل العامة يحفظونها وانتهى الموضوع. الموضوع الأول أن يزيد في الصلاة ركعة يسجد حينئذ بعد السلام. الموضوع الثاني أن يسلم قبل إتمام الصلاة فينبه فيقوم يسجد حين بعد السلام. الموضوع الثالث إذا بنى الإمام على غالب ظنه، نعلم العامة هذه المواضع الثلاث وأنت الإشكالية. يقول الإمام أحمد ولو لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام لجعلته كله قبل السلام. يقول الإمام أحمد رحمه الله ولولا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام لجعلته كله قبل السلام. نعم. عفى الله أنت. قال وإن سلم عن نقص في صلاته بأن ترك ركعة أو ركنا سهوا أتى بما بقي عليه منها ثم سجد للسهو لفعله صلى الله عليه وسلم كما في قصة ذي اليدين.